السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح على أول همة. دلوقتي لو أنت عايز تقدر شغل بتاعك لايف سي، فبتدخل في الأوتبوت ما بتلاقيش اي اف سي، بتلاقي ان دبليو دي، ده على أساس إنك تعمل دوكيومنتيشن للملف بتاعك، بتلاقي 3 دي، دي دبليو اف، وفي بي اكس. ففي ادنس اسمها نفس وركس اي اف سي، هتلاقي الرابط بتاعها أسفل الفيديو، تقول له صدر لي الشغل دوت، فهو بيصدره للاي اف سي، بحيث إن أنت تقدر تستورد الشغل دوت وتشتغل بيه على باقي البرامج زي ريفيت، أركيكاد، تكلك، تقدر تاخد شغل وكمل شغل عليه.